أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. And if you fear an enemy, لو خايفين من عدو مثلا, perform صلاة, صلوا, on foot or riding, فرجالا يعني واقفين على رجليكم, or riding, أو ركبانا. And when you are in safety, فإذا أمنتم, لما تبقى في الأمان, offer the صلاة, prayer, يعني صلي, فاذكروا الله, in the manner, بالطريقة he has taught you, اللي علمكم إياها, كما علمكم, which you knew not, ما لم تكونوا تعلمون before, من قبل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. And if you fear enemy, perform salah, pray on foot or riding. And when you are in safety, after the salah, prayer in the manner, offer the salah, the prayer in the manner he has taught you, which you knew not before. جعل الله وإياكم من يذكر الله كما يريد الله. May Allah make us of those who perform salah and do dhikr as Allah wants it to be done. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.